طبعا امبارح كان في حدث مهم جدا وكان في متابعين كتير جدا ليه، والحقيقه كانت المتابعه كده كان فيها حاله من الابهار والتنظيم الرائع لحفل افتتاح بطوله العالم للناشئين لدرجات المضمار واللي بتقام في استاد القاهره الدولي واللي هتستمر لحد يوم 5 سبتمبر باذن الله بمشاركه 46 دوله تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه ان مصر في الفتره الاخيره قررت انها تكون رقم مهم في المعادله الرياضيه الدوليه على كل المستويات وكل البطولات، وده ظهر من خلال حفل الافتتاح امبارح اللي حضره دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. والحقيقه انه كان حدث مشرف حقيقي، حفل مبهر بكل ما فيه، استعراضات فرق الدرجات والجمباز والالعاب الناريه والفقره الفنيه اللي قدمها الفنان محمد نور. كل حاجه امبارح كانت على قد فعلا المسؤوليه وعلى قد اسم مصر، حاجه تخطف العين، قمه الابهار. والحقيقه انه كان التنظيم يعني فعلا يعكس قيمه مصر وقدرتها على انها تنظم بطولات دوليه بشكل راقي ومحترف، ويمكن ده اللي اكد عليه رئيس الاتحاد الدولي للدرجات ديفيد لابورتيون امبارح لما اشاد بتنظيم البطوله، وقال ان مصر بقت محط انظار العالم في استضافه البطولات والاحداث الرياضيه الضخمه، وده فعلا اصبح واقع لان دي مش اول مره مصر تنظم بطولات دوليه مهمه. مصر ابهرت العالم قبل كده في تنظيم بطوله الامم الافريقيه اللي فاتت رغم ضيق الوقت بعد سحب الملف من الكاميرون واسناده لمصر، ورغم اشتراك 24 منتخب لاول مره في البطوله، لكن مصر كانت حاضره وقويه وعلى قد المسؤوليه. وبعدها بوقت قليل مصر نظمت كمان نفس البطوله تحت اقل من 23 سنة وفازت كمان بالكاس، ده غير بقى بطولة كاس العالم لليد، ودي كانت لوحدها اختبار حقيقي لقوة وقدرة الدولة المصرية، لأنه دي كانت أول بطولة بيتم تنظيمها في العالم في عز أزمة كورونا. بعدها على طول كان في كاس العالم للجمباز وللخماسي الحديد وكمان الرمية. كل هذه الفعاليات والتنظيم المشرف لهذه الفعاليات بيؤكد أن مصر قادرة في كل مرة على أنها تبهر العالم وأنها تبعث رسالة أمن وسلام لكل عواصم العالم. وتاني حسام هنأكد على فكرة التوقيت بالظبط.